من الاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا الرابطة الثانية، مباريات ودية تتلعب اليوم الأربعاء متاع العشية في ملعب سوسة. النجم الرياضي الساحلي يواجه مستقبل سليمان، مباراة بإدارة الحكم سيف الورتاني. اليوم في تبرقة الأربعاء متاع العشية السويحلي الليبي يواجه الأولمبي الباجي، مباراة يدير الحكم أيمن النصري. الملعب التونسي الأربعاء في ملعب باردو يواجه شبيبة منوبة، والمباراة يديرها وليد الهذي. الملعب التونسي يحضر لمباراة العودة الدور التمهيدي الثاني كأس الكونفدرالية الإفريقية. ومن بعد نعطيكم برنامج المباريات. أما الحمام سوسة نحكي عن الرابطة الثانية أيضا استعدادا لاستئناف نشاطها الأربعاء متاع العشية. أما الحمام سوسة يواجه الملعب الجابسي، مباراة يديرها الحكم فؤاد التويتي. أو نعطيكم برنامج الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار لحد 22 سبتمبر الأربعة ونص متاع العشية في رادس النادي الإفريقي شبيبة العمران. نهار الأربعة 25 سبتمبر ما 3:30 مستقبل سليمان الترجي الرياضي. في انتظار تحديد ملعب للمباراة وأخبار على إمكانية احتضان ملعب جرومبيليا لمباراة مستقبل سليمان الترجي الرياضي في انتظار التأكيد. النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري يستضيف أيضا ما 3:30 اتحاد بنقردان. نهار الخميس 26 سبتمبر ما 3:30 في باردو دون حضور جمهور الملعب التونسي يستضيف نجم المتلوي، والستة متاع العشية درب الساحل في ملعب بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري يواجه النجم الرياضي الساحلي. برنامج الجولة الثالثة ديما نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة الثالثة تتلعب بين السبت 28 سبتمبر والأحد 29 سبتمبر في توقيت جديد. ما 3 نهار السبت شبيبة العمران يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، النادي البنزرتي مستقبل سليمان، قوافل قفصة النادي الإفريقي واتحاد بنقردان يستضيف الأولمبي الباجي. نهار الأحد ما 3 النجم الرياضي الساحلي يستضيف اتحاد تطاوين، مستقبل جابس يستضيف الاتحاد المنستيري، الترجي الجرجيسي نجم المتلوي، والخمسة ونصف متاع العشية الترجي الرياضي مباراة ديربي يستضيف الملعب التونسي. مستقبل جابس أعلن اليوم تعاقده مع حارس المرمى علي الفاطمي لمدة 2 مواسم، قادم من فريق أمل جربة في انتظار الإعلان عن ضم اللاعب الغيني محمد كمارا. نذكر البارح سامي القفسي بدا مهمته كمدرب جديد لفريق النادي البنزرتي. سامي القفسي بديل عماد بن يونس، نذكر بطاقم تدريب النادي البنزرتي. سامي القفسي مدرب أول، يساعده كل من زياد العروسي وعلي المشاني، مدرب حراس محمد عبد المولى، وفي الإعداد البدني أحمد الحداد عبد الرحمن الهمامي. النادي البنزرتي باش يسعى لتعزيز صفوف قبل انتهاء الميركاتو. مهاجم سنغالي قريب من التعاقد مع السيابي سايدي ديوب، من المنتظر الإعلان على الصفقة في الساعات القادمة، قادم من نادي جينيراسيون فوت السنغالي، بالإضافة لزوز أسماء غانية باش تجتاز الفحص الطبي قبل الإمضاء مع النادي البنزرتي. إلى برنامج نوادينا التونسية في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية وأيضا كأس الكونفدرالية. نبدأ نهار السبت 21 سبتمبر السبعة متاع العشية الترجي الرياضي يستضيف ديكادها الصومالي. نذكر مباراة الذهاب انتهت بانتصار الترجي 4 أهداف مقابل هدف. مباراة الإياب يديرها التوغولي أكليسو غناما. أيمن بن محمد اللي غاب على مباراة الذهاب بسبب إصابة خفيفة على مستوى الظهر رجع للتمارين ولكن يتدرب على انفراد. دائما مع كأس رابطة الأبطال الإفريقية نهار السبت 8 متاع الليل في ملعب وهران مولدية الجزائر يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. مباراة الإياب يديرها الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجير. ذكر الذهاب المباراة وفات لصالح الاتحاد هدف دون مقابل.
كأس الكونفدرالية الإفريقية للنادي الرياضي صفاقسي نهار السبت 21 سبتمبر 6:30 مساء العشية يستضيف روكينزو البوراندي، مباراة يديرها الكونغولي مالالا كابانغا، مباراة الذهاب وفات للفريق التونسي للسي اس اس هدف دون مقابل. من أخبار النادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمان اللي بعد على التمارين المدة الفارطة رجع للتدريبات بصفة تدريجية. نذكر أيمن دحمان اللي تم التعاقد معاه في هذا الميركاتو بعد ما غادر الفريق نحو البطولة السعودية. دائما مع كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار لحد 6:30 متاع العشية الملعب التونسي ينزل ضيف على اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة يدير الحكم السوداني صبري محمد فاضل، ونذكر مباراة الذهاب وفات الملعب التونسي هدف دون مقابل. طاقم تحكيم تونسي باش يزفر مباراة اياب الدوري التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية بين سان داونز الجنوب أفريقي ومبابان سوالوز من سواتيني. طاقم تحكيم تونسي هو الصادق السالمي كحكم رئيسي، زوز مساعدين وائل المحويشي محمد بكير ونضال الطيف كحكم رابع. تنسى الطاولة، نذكر بطولة سراييفو الدولية للشبان بعد نيل الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي أقل من 17 سنة، بطلنا وسيم السيد يواصل التألق، حقق البارح ميدالية ذهبية ثانية في مسابقة الزوجي مختلط لفئة أقل من 19 سنة رفقة الفرنسية جيان روبيس بعد الفوز في النهائي على الثنائي ألماني. واليوم يدخل وسيم السيد منافسات الجدول الرئيسي لمسابقة فردي أقل من 19 سنة، يدخل المنافسات كمصنف أول في المسابقة. نكمل بكأس رابطة الأبطال الأوروبية، مباريات اليوم 6 غربوع بولونيا الإيطالي ضد شختار الأوكراني، على إغرام اللي يلعب في صفوف الفريق الأوكراني إن شاء الله يكون موجود في تشكيلة شختار. سبارتا براغا تشيكي ضد سيرسبورغ النمساوي، 8 متعليل القمة مانشستر سيتي إنتر ميلانو بي اس جي جيرونا كلوب بروج البلجيكي بروسيا دورتموند الألماني سيلتك اسكتلندي سلوفان برانيسلافا سلوفاكيا. نذكر بخبر يهم كرة القدم الإيطالية والعالمية بصفة عامة. كرة القدم العالمية الإيطالية فقدت اليوم اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا توتو سكيلاتشي عن عمر يناهز 60 سنة بعد صراع مع المرض. أبرز محطة في مسيرة سكيلاتشي كانت مونديال 90 وتتويجه بلقب أفضل هداف في المونديال ورصيد 6 أهداف، قاد إيطاليا نصف النهائي وإلى المرتبة الثالثة. فهكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. من 1938 معها هي بداية التطوير.